عايز اعرف المؤسسه عندكم بتعمل ايه بالظبط. تمام حضرتك، هو مؤسسه جوساب هي مؤسسه مصريه غير هادفه للربح، مشتركه مع وزاره التضامن الاجتماعي رقم 7800 لسنه 2010. الحقيقه المؤسسه انفردت في مصر بتقديم خدمه متميزه للمرضى في ايامهم الاخيره. فئه معينه من المرضى مروا بمراحل علاجيه متعدده لغايه ما بيوصلوا لمرحله الطب بيقول ما فيش علاج هادف للشفاء، وبالتالي بيلجأوا لعلاج اخر بيسموه العلاج التلطيفي، اللي هو علاج الالام، مسكنات، علاج الاعراض، بالاضافه الى تقديم كل انواع الرعايه الاخرى من رعايه اجتماعيه ورعايه نفسيه ورعايه تمريضيه وطبيه طبعا. طيب مبدئيا يعني احنا مؤسسه الجوساب بيعمل بيها بعض الاطباء، بس مش بيشترط خالص العمل يبقى اطباء بس، عندنا تخصصات مختلفه. التخصصات المختلفه دي من اطباء، من صيادله، من اخصائيين اجتماعيين، من تمريض، من اخصائيين نفسيين، كل دول بيشتغلوا في مؤسسه الجوساب زائد المتطوعين. المتطوعين بمختلف تخصصاتهم، في منهم اطباء، في منهم تخصصات مختلفة، في منهم فنانين، في منهم رسامين، في منهم ناس بتشتغل شغلانات عادية خالص في المجتمع بس عندهم حب زيارة المريض. انت راجل مخرج تلفزيوني ومخرج راجل فنان، يعني ايه علاقتك بالعمل التطوعي او ايه علاقتك بمؤسسة بتقدم خدمات للحالات الميؤوس منها؟ بس انا بعد ما عرفت نشاط المؤسسة قررت ان انا كل اللي اتعلمته او ربنا من عليا بيه من موهبه هستغله في خدمه المؤسسه دي. فقررت ان انا هعمل فيلم وثائقي، دوكيومنتري، رياليتي، دراما، كل ده يبقى فيلم واحد بيجسد نشاط المؤسسه والمراحل اللي بيمر بيها المرضى اللي بيجوا المؤسسه وظروفهم، وعشان نقدر نوصل صوت المؤسسه لكل واحد يتفرج على الفيلم ده يعرف نشاط المؤسسه ازاي. لا تقبل أي تبرعات من أي دولة أجنبية ولا من أفراد أجانب، في حاجة كلها تبرعات عينية أو مادية من أفراد أو شركات مساهمة مصرية. هل في شروط للتطوع عندكم؟ الشرط الوحيد أن يكون عندك قلب وعايز تقدم خدمة. انت اي بني ادم بيبقى جواه مهاره هو يمكن مش مكتشفها، لكن احنا بنعمل انترفيو، بنقابل المتطوع، بنكتشف معاه مواهبه ومهاراته، وبعد كده بنسكن المتطوع للمريض اللي يناسب شخصيته. والحقيقه انا عايزه انتهز الفرصه واقول ان لان خدمتنا تماما بالمجان بتقدم، فاحنا عاملين كمان دعوه لحمل التبرعات لمرضى مؤسسه جوساب، ولما بيتبرعوا بياخدوا ايصال من الشؤون الاجتماعيه بالتبرع، وبيوصل لهم تقرير عن الحاله اللي تم دعمها ونوع الخدمه اللي تقدمت للمريض.